الجماعات اللي هي تقريبا الهموم شحمة ديال المواطن او ترجماتها كتهز عليهم هاد الاكل، خاصة منهم هاد القتال الجماعي اللي صرفات وجرات وتجارة ونظموا. ولكن حنا بالنسبة لنا أصلتنا عن نفسي نيابة على 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 الإخوان اللي كذوب عليهم هاد التكريم للسادة الرؤساء، السيد الرئيس القناة اللي كينوب عليه، مستشار النائب الرئيس السي بن عمر كينوب على الرئيس مجلس القناة، وكان حييه من هاد المنابر الإعلامية تحية خاصة، وكان حيي كل اللي جرى وتجارة لا من الأعضاء لا من رؤساء المصالح لا من الإخوان اللي وفروا هاد الشروط، اللي وفروا هاد الشروط على أساس باش يهزوا واحد لاكيل على السكينة ديال مدينة سدا. هاد كريم سي دكتور حسن هو اللي غيسلم للسيد الرئيس حتى قبيله كنت انا. بسم الله الرحمن الرحيم، بالدور ديالي ونيابه على السيد الرئيس والاخوان المستشارين جميعا معنا بعض الحضور، مرحبا بهم. حنا بالدور كنشكر الدكتور والطاقم ديالو، وكنشكر الاخوان الكشافه اللي مساعديننا في التنظيم، كنشكر الاخوان الصحفيين، كنشكر اداره المستشفى اللي فتحتوا لنا وجميع المتدخلين. وهذه مبادره ما نساوش اخت عيسى الطبيب معاك رئيسه المصلحه واقفه على هذا الشيء كله، اللي داير هذا الشيء كله. ما نساوش بالشكر جميع الاخوان اللي يساهموا في هذه المبادره اللي هي اجتماعيه، عندها طابع اجتماعي اكثر من هوش طابع اخر، لان ما كنديروش حتى حاجه كنديروا ما هو اجتماعي صالح الوليدات والساكنه تاع المنطقه. اذا شكرا لكم الدكتور والفريق ديالكم، الله يعاونكم وشكرا جزيلا. حي يسمعوا. اخويا مبادره جميله وزوينه، غير خص الانسان يدير النظام على حقه وطريقه. وكنشكروا هاد الجمعيات اللي داروا هاد الشيء هذا، الناس الدراويش، الناس اللي ما في حالتهمش، وكنشكروا الجميع اللي واقف هاد المبادره هذه. الله يكثر خير سيدنا اللي كيعطي الاوامر ديالو كتنفذ بسرعه. العدد راه محتاجين في هاد الشيء هذا، العدد الضعفاء بالاخص الناس الفقراء الضعفاء اللي ما عندهمش امكانيات واللي في الباديات، هذوك هما اللي عايشين ساكن مرحله صعيبه، ماشي بحالنا حنا هنا في المدن وفي العاصمات. كنشكر الجميع اخويا اللي واقف على هاد الشيء هذا، لا من امن ولا من اطباء ولا ممرضات، والجميع الحمد لله. الانسان خصو يكون كيحترم هاد الشيء هذا ويخاف بالنظام واحترام ويدوز كل شيء على خير وبخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنتواجدوا اليوم في هذا الحفل الرائع اللي نظمته مجلس مقاطعه بطانه، وبالخصوص كنتوجهوا الشكر لجميع اطر المقاطعه الصاهره على انجاح هذه المبادره الطيبه والجميله، كذلك رئيس المقاطعه وجميع اعضاء المجلس. المبادره الطيبه اللي كنتقوم فيها اللي انضمت فيها اليوم مجلس مقاطعه بطانه، يعني اعذار اطفال الساكنه. شكروا هذه المبادره، مبادره بزاف لهاد الناس اللي تيتعاونوا مع هاد الوليدات الصغار وهاد الناس اللي ما عندهمش. تنشكركم بزاف وتنشكروا جميع الدكاتره وكل شيء كاع الناس. العملية دازت مزيان مزيان، سهلة، داز كل شيء داز مزيان. كاين تطور بزاف. تنقول لهم الله يرحم لهم الوالدين، شكرا بزاف. بزاف. المبادرات مزيانين في أي منطقة كاينين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.